تعرف البلاد من الوقود الفريضة للألوان تستحسن للدولة من الأشخاص الكبار دون مقابل. إذا الضريبات وظائف وإنهاءها وكل ما تتضمنه هذه الظاهرة المباشرة وغير المباشرة تتناول ضمن هذا الدعم. بالنسبة إلى تعريف الضريبة، هي مبلغ من المال أو من النقود أو فريضة من المال تستحصلها الدولة من الأشخاص الجبار جبارا وبصورة نهائية. اعتبارا لا فرق بين الطالب دون نسبة معينة. دون أي دفاعية استفاد من الأفراد وإنما تستحصله اعتبارا مبلغ من المال أو بنقول الفريضة من المال تستحصله من الأشخاص اعتبارا صورة نهائية دون دفع معين. بالنسبة إلى أنواع الضرائب، هنا عدة أنواع من الضرائب. الضرائب أنواعها الضريبة المباشرة والضريبة المباشرة وأغلبها بالنسبة لهذا الضرائب النسبية والضريبة النسبية والضريبة الخارجية. وقبل ما أبدأ بأنواع الضرائب وتفاصيلها وتمييزها، راح نتحدث قليلا عن أغراض الضرائب. ما هي أغراض الضرائب؟ لاحظوا عزيزي الطالب، عندنا نسأل السؤال ما هي أغراض الضرائب؟ أولا عندنا الغرض المالي. الغرض المالي وهو المؤثر الأساس في النفقات العامة. الممول الأساس يعتبر الممول أو المصدر الأساس. الأساس في تنظيم النفقات العامة. النفقات العامة للدولة. النفقات العامة للدولة. الغرض المالي. إذا تحدثنا أغراض الغرض المالي الممول الأساسي للنفقات العامة هي بالنسبة للغرض المالي. ثانيا عندنا وهناك أهداف اقتصادية واجتماعية. مثل اقتصادية واجتماعية تلخص في التوجيه والتدخل. التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. والاجتماعية تفضل بفلسفة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عشرة الطلبة تكون مختلفة، وبعضها تأتي لبعض السلع في بناء السلع أفضل أن بعض السلع وقع عليها ضريبة مرتفعة لبحث ضمن السيارة. مثلا عندنا الأفكار المكتوب بالكتاب المقرر التي تتمثل في الحبوب والشجر. السلع الضارة المتمثلة السلع الضارة الضارة صحية اللي متمثلة بالسجاير والخمور والمخدرات والنارين. هذه تعتبر من السلع الضارة والممنوعة وأفرض عليها ضرائب أكثر ومحاربتها ومنع استيرادها وفرض عقوبات عليها كالمخدرات.
بسبب الضرائب في الانكم تاكس إلى أنواع الضرائب. الضرائب عدة أنواع. أنواع الضرائب عندنا وعاء الضريبة. وعاء الضريبة هو المال الخاضع للضريبة. المال الخاضع للضريبة. إذا وعاء الضريبة هو أو المال الخاضع للضريبة. عندنا بالنسبة لأنواع الضرائب، أولاً الضريبة المباشرة أو الطريق المباشر، الضريبة المباشرة أو الطريق المباشر، وعندنا الضريبة غير المباشرة. الضريبة المباشرة كما عزيزي القائل هي وهي التي تقرأ بشكل مباشر. مثل ضريبة الدخل، بينما الضريبة وبالنسبة حتى من ذكرت ما انتقلت إلى ضريبة غير مباشرة، هذه الضرائب أيضا، يكون سعرها نسبة ثابتة، من وعاء الضريبة، لاحظ الجسم عليه، الضريبة تكون سعرها نسبة ثابتة من وعاء الضريبة، هذا الهدف من اسمها الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية. أما الضريبة التصاعدية هي الضريبة التي تتجاوز
جاهز؟ بسم الله. يساوي تساوي مع التزايد في حسب الله مع التزايد كلمات كلمات الله. يعني لاحظ عشان تقول بهذا يعني إيه؟ يعني إذا زاد اتصل إذا زاد اتصل زاد كلمات الله. أشوف إذا زاد عن صفر مئة مثلا أو عشرين في المئة إلى آخره. وتتزايد مع التزايد بالنسبة قيمة المحل تزايد مع التزايد تقل. لاحظ أسلوب الضريبة التي تحدثنا عليها الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية. الضريبة النسبية لكل سبعة نسبة ثابتة تجمعها ضريبة إلى 5% نسبة ثابتة كثابت هو عندما نسبة تصاعدية تزداد نسبة مع تزايد قيمة الوعاء. إذا زاد الدخل زادت قيمة الوعاء، إذا نشر الدخل زادت هكذا تزداد مع تزايد الدخل. أيهما أيهما تخدم الدولة؟ هذا سؤال عند ضمن أسئلة الكتاب عن سنة طلبة. أيهما تخدم الدولة؟ التي تخدم الدولة هي الضريبة التصاعدية التي تخدم الدولة الضريبة التي تخدم الدولة هي الضريبة التصاعدية. ضمن أسئلة الكتاب اليوم ما تخدم الدولة وتستفاد من عندها. لماذا؟ لأنه تستقصد من عندها ازداد زيادة الدخل وتزداد إيرادات الدولة وتزداد نفقات إيرادات الدولة. نأتي إلى آثار. ما هي الآثار التي تستحق آثار الضرائب؟ عندنا من آثار الضرائب تأثير الضرائب. آثار الضرائب ما هي آثار الضريبة؟ نمسح الجنب بالنسبة للتعريف والضرائب ونأتي إلى آثار الآثار الاقتصادية. الآثار الاقتصادية للضرائب. الآثار الاقتصادية للضرائب تتمثل أولا تأثير الضرائب في الاستهلاك والاقتصاد. وفي أحيان علم كتب الطالب علم ما يحدث كيف تؤثر الضريبة في الاستهلاك والدفاع. راح نشرح حاجات كثير بسيط تؤثر الضريبة من حيث تفكير تخصص الاستهلاك والانتفاع وهذا وبالتالي يؤثر على الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للانتفاع. ننتقل إلى ضمن هذا الموضوع تأثيرات. أرجع لكم أعزائي الطلبة الميل الحدي للانتقال والميل الحدي للاستهلاك. الميل الحدي إحنا هذا بالفصل الأول. لاحظ أعزائي الطلبة لاحظوا هذا الميل الحدي للاستهلاك يعرف هو نسبة تغيير نسبة تغيير الاستهلاك نسبة تغيير التغير نسبة
estrellas que se descargan, las estrellas que descargan este café. Estas tres estrellas harán un gasto de café. Ven a más, ven a más. Ven a más. Ven a más. Ven a más. Ven a más.
كده في السلاوة وتكوين المنتفرات، تكوين المنتفرات وتوزيع الاستثمارات في هذه المدن، وكذلك التسجيل الصناعي المنتفر. النقطة الثانية توزيع الاستثمارات لعملية التنمية الاقتصادية التي تحتاجها، التي تحتاجها هذه المدن. أعزائي الطلبة، وضحنا مثل هذا الدرس الضريبة وأنواعها وآثارها وكل ما وتميزها وهذا وآخر وأخيرا دور الطلبة في البلدان الآخرة. أتمنى أعزائي الطلبة أن استفدتم من هذا الدرس ضمن الفصل الثالث في موضوع المعرفة العامة. أشكر إصغائكم أعزائي الطلبة وأتمنى من الله عز وجل النجاح والتوفيق لكل من